يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، اسكندرية 31 23، مطروح 30 22، بورسعيد 32 24، اسماعيلية 37 24. وإلى السويس العظمى 36، الصغرى 23، العريش 32 24، طابة 34 25، شرم الشيخ 37 28، والغردقة 38 27. وإلى الأقصر حيث درجة الحرارة العظمى فيها 41 والصغرى 26، الأسوان 42 27، وادي الجديد 40 20، شلاتين 37 27، وحلايب 34 27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.